بعد اذنكم دي مش حاجه خاصه بيا انا، دي حاجه خاصه بالعالم. يعني مفيش حد في العالم كل احساس بعيد هي مؤاخذه واحده بس، واعتقد ان الموبايل ان انا كنت متوقع ان اقامه زي اقامه عمر الشريف البلد تتعامل معاها بطريقه احسن، لان عمر ده الله يرحمه ويحسن اليه ويحسن حاجاته كان علامه من علامات مصر يا محمد، كان جدع وابن بلد وصاحب صاحبه حسيس وحاجات كتير قوي حلوه قوي قوي قوي، كل ما يتميز به الراجل المصري الجدع. الله يرحمه.